بدات ملامح المعركه الانتخابيه بين شركاء العمليه السياسيه في العراق تتوضح اكثر فاكثر وتنحصر في سيناريوهات محدوده تحاول ايران هندستها بما يضمن بقاء نفوذها في البلاد ان لم نقل توسعه صحف عربية عدة حاولت توضيح تلك السيناريوهات منها صحيفة العرب التي قالت في تقرير لها مؤخرا ان طهران وراء التفاهمات الجاري عقدها بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادة ميليشيا الحشد من اجل خوض الانتخابات المقبله جنبا الى جنب فالصحيفة تؤكد ان الحسابات الايرانية ترى في العبادي ورقة رابحة وفي نور المالك ورقة محترقة وفي هادي العامري ضمانة لنفوذها التغيير المفاجئ في تكتيك العبادي من استخدامه ورقة ميليشيا الحشد كورقة انتخابية بصفته القادرة على تحجيمها إلى التحالف مع كبار قادتها وعلى رأسهم زعيم ميليشيا بدر هادي العامري طرح تساؤلات عديدة وضعت بين يدي المطلعين على كواليس السياسة العراقية للإجابة عليها فورا أشار المطلعون ببنانهم إلى إيران التي أيقنت وجود شعبية للعباد واتساع فرصته في ولاية ثانية على رأس الحكومة وكذلك محاولة التحالف معه لضمان عدم استقلاليته بالقرار ولاسيما بعد أن أبدى انفتاحا على بعض دول الإقليم على حساب النفوذ الإيراني وهنا كان الخاسر الاكبر من التوليفه الايرانيه نور المالكي لوجود صعوبات عده امام اعاده تسويقه بعض التفاصيل أو الكواليس تشير إلى أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني متواجد منذ بداية الأسبوع الحالي في بغداد وعقد اجتماعات مكثفة مع العديد من الشخصيات من بينهم كبار قادة ميليشيا الحشد اجتماعات أفضت إلى مفاوضات بين تلك القيادات وبين العبادي يومي الأربعاء والخميس الماضيين من أجل خوض الانتخابات بلائحة واحدة وفيما إذا ما تعثر ذلك لدواع قادم فستتحول إلى تكتل برلماني بعد الانتخابات. والدواعي القانونيه المقصود بها هنا هو وجود عائق امام العباد يحول دون خوضه الانتخابات بعيدا عن ائتلاف دوله القانون بزعامه المالكي اي بلغه اخرى فان رئيس الوزراء الحالي هو جزء من ائتلاف دوله القانون في مفوضيه الانتخابات ولا يسمح القانون الحالي للحزب الواحد ان يشارك في تحالفين انتخابيين وما لم يستقل العباد من حزب الدعوه فهو ملزم بقبول الر... رقم اثنين في قائمه يتزعمها المالكي او اقناع الحزب تنصيبه امينا عاما له وامام كل هذا فان الثابت الوحيد هو التقارب بين العباد وميليشيا الحشد على حساب ما كان يحكى عن قائمه عابره للطوائف والعرقيات في سبيل البقاء في سده الحكم